استاذ حسن، في دايما حاجه كده بتتقال مع كل موسم انتقالات، حاجه نقعد كلنا ندور عليها ونلف حواليها. الان الجميع يتحدثون عن فكره انه رمضان صبحي ممكن يرجع النادي الاهلي. رايك ايه في الفكره؟ طيب انا ما بغيرش رايي. انا قلت رايي لما رمضان صبحي وكل جمهور الاهلي كان بيهاجمه انه راح بيراميدز، هو حر. هو حر. انا لومته على حاجه تانية، على كلامه، تصريحه. من حق اي انسان انه يترك اي مكان بيشتغل فيه ويروح مكان تاني من وجهه نظره هذا المكان ماديا احسن. لكن ما تقوليش ان هذا المكان وهذا الكيان في كرة القدم يحقق طموحك اكتر من نادي الاهلي. وبرضه تاني، وانا بقولها كتير جدا والله، يعني انا ما بطلبش من حد حاجة انا ما بعملهاش. انا سبت مرتب كبير ورحت عشان مرتب صغير، بس انا حبيت الكيان. يعني الكيان كان عندي اهم من المرتب الكبير، اختصرها يعني من الفلوس. بارقام يعني، انا ممكن اقول ارقام لكن مفيش داعي عشان الناس هتضحك يعني. اصل بيتكلم على فلوس وبتاع ده، بس الناس هتضحك يعني. لكن في النهايه سبت مرتب، رحت مكان مرتب فيه اقل بخمس اضعاف المرتب اللي كنت باخده. مفهوم. بس انا رحت كيان، كيان ضخم وكيان كبير، ده الاهلي. مش انا اللي رحت الاهلي يعني، لكن في يعني الصحافة يعني. لو حضرتك صاحب قرار في النادي الاهلي دلوقتي، وكان الامور متاحه، بيراميدز موافق واللاعب موافق والنادي، يعني تاخد قرار بعوده رمضان ولا لا؟ ليا مواقف حتى يعني مع لعيبه في ظروف كنت انا صاحب قرار فيها، ولما يعني قراري لم يؤخذ به انا قلت انا ماليش دعوه بالكوره خالص. يعني في لعيبه بتمشي من مكان لاسباب مش مقبوله يعني. يعني فيها كده ايه، مش عايز اقول تعبير قاسي شويه، لكن يعني لا مش مظبوطه يعني. يعني مش عشان الفلوس لا، يعني فجاه كده تلاقي اللعيب ده بيقول لك لا انا رحت مضيت مع فرقه تانية وانت ابني النادي يعني ليه يعني. ف لا، اللي بيمشي بالطريقه دي ما يرجعش. اللي بيمشي بالطريقه اللي هو يعني لو كان رمضان مشي من اهلي وما قالش الكلمتين اللي قالهم كان القرار يبقى بتاع النادي الاهلي، اوكي ما فيش مانع يعني هو حر يعني. لكن انا اعترضت يومها، قلت من حقه انه يمشي اي انسان طبعا، واي انسان من اللي انتقدوا واللي هزقوا واللي هاجموا واللي اساء ليه ممكن لو في موقفه يعملوا زيه. لا يعني في اقل من موقفه ممكن يعملوا زيه يعني. اي انسان بيجي له عرض احسن من شركه، لكن مش كل الناس. كل الناس بتقيم الكيان. صح. انت عايز تنجح ولا عايز فلوس؟ القيم في الحياه اتنين، القيمه الماديه الفلوس، والقيمه المعنويه والادبيه النجاح. انت عايز تنجح؟ انا عايز انجح. هضحي بالفلوس، بس على فكره لما تبقى مختار النجاح والقيمه الكيان الكبير يعني الفلوس هتجيلك كده كده جاي، استعجلها هتيجي. لكن لما تختار الفلوس في وقت من الاوقات هتشتاق للنجاح. صحيح. مش هتلاقيه ومش هيجيلك. واضح الفرق؟